السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. صباح الخير، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. نلتقي في المحاضرة الأولى من الكورس Computer Application in Chemistry. الكورس كما هو متفق راح يكون إن شاء الله أونلاين. الكورس راح يكون في جانبين، الجانب النظري والجانب العملي كما يعني احنا متوقعين. في البداية اسمحوا لي يعني ارحب في الجميع في المحاضرة رقم واحد، وهي مش اكثر من محاضرة تعريفية على احنا شو اللي راح نعمله وكيف الامور ان شاء الله راح تكون ماشية مع بعض. الكورس راح فينا احنا شعبتين، في شعبة معاي انا دكتور رائد غانم، وفي شعبة ثانية مع دكتور خلدون السعود. المادة نفسها راح تدرس عن طريق المودل، فراح تكون عبارة عن محاضرات يوميا بتنزل في صباحا للشعبتين، وراح يكون التعامل مع الشعبتين بطريقة موحدة. طبعا زي ما هو اسم المادة بيحكي، ماشي، احنا في عنا رح يكون في جانب نظري وجانب عملي. هلا الجانب النظري والعملي احنا فعليا رح نغطيه كله اونلاين، لكن بالنسبة للجانب العملي هو عبارة عن مجموعة من البرامج ومجموعة من السوفت وير رح تكون موجودة معكم ان شاء الله، ورح يتم تنزيلها اول باول على موقع الكورس، فبالتالي ما في إشكالية في جميع الحالات. هاي البرامج العملية راح تكون موجودة في داخل الجامعة، بإمكانكم تمروا على مختبر الحاسوب الموجود عندنا في داخل الجامعة مقابل مختبر مقابل قسم الكيمياء لمختبرات النسائي عند مس خولة، وفعليا هي كل البرامج موجودة. الأصل في الكورس احنا حتى نقدر نتعامل معاه لازم يكون في عندنا كمبيوتر، يعني زي اسمه كمبيوتر ابلكيشن ان كيمستري. في الاصل نكون في كل طالب معاه لابتوب او كمبيوتر، لكن في نفس الوقت الطلبة اللي ما عندها مش اشكالية، كمان مختبرات الحاسوب اللي في الجامعة راح تكون متوافرة كل ايام الاسبوع. بمعنى اخر انت بامكانك اي يوم عندك في مختبر او عملي او تمر على الجامعة، او اذا ما يعني انت يعني تتواجد في الجامعة بحيث انك تكون موجود. بالنسبة للجانب العملي راح نكون كمان احنا موجودين، يعني على مستوى الاربع ايام راح اكون انا والدكتور خلدون موجودين في الجامعة، فاي حدا محتاج اي شيء احنا موجودين. بمعنى اخر احنا ما عندناش مشاكل في هاي الناحية. المحاضرة الاولى هي اليوم، فبالتالي هي المحاضرة مش أكثر من عملية تعريف إحنا شو اللي بدنا إياه. زي ما حكيت المساق تبعنا هو كمبيوتر أبليكيشن، ماشي، كمبيوتر ابلكيشن ان كيمستري، او بجوز احنا اول كمبيوتر عم نستخدمه، عم نستخدم برنامج الديبوت لتسجيل محاضراتنا كنوع من انواع الابلكيشن والاستفاده من التكنولوجيا في اللي احنا شغالين فيه. خلينا نمر مع بعض على الكورس. الكورس زي ما انتم عارفين هو 403 261 اسف مش 360 261، تمام. هو عباره عن بتضمن اول شيء في البداية خلينا نحدد احنا كيف آلية تقييم الكورس. احنا راح يكون ان شاء الله في عنا مد، والموعد المد راح يتحدد مبدئيا في 7/8/2021، 7/8/2021. فهنا فعليا احنا 7/8/2021، تمام. الشغلة الثانية طبعا لما يجي موعد المادة احنا نحدده مع بعض، راح يكون فعليا من هين تقريبا جزء من المادة، راح يكون في عندنا 35 علامة على المد، 35 علامة على المد، وراح ننزل لكم اعلان في قبل موعد المد بفترة كفاية حتى تكون اموركم ان شاء الله واضحة. الشغلة الثانية راح يكون في عندنا احنا براكتيكال اكسرسايز، راح نعطيكم زي هوم ووركس والى اخره، راح نعملها مع بعض بمقدار 15 علامة، هيك بيكون في عندنا 50 علامة، والفاينل راح يكون 50 علامة. الكورس اللي احنا راح يتناول مواضيع كثيرة. في البداية راح يكون في عندنا يعني هاي احنا اليوم المحاضرة رقم واحد، الاصل انه يكون اليوم بلش على السيستم، فان شاء الله انه يعني اليوم راح تكون اول محاضرة اللي هي فقط بنسميها هاوس كيبنج، عملية ترتيب الامور كيف الامور تمشي.
الشغلة الثانية راح نبدأ بعد هيك في مقدمة اللي هي introduction و theoretical part، كيف راح نعمل، كيف راح يكون الكورس ماشي والآخرية، وهي راح نخذ لها تفصيل. أنا اليوم مش أكثر من أنه إحنا نمر على المساق. زي ما حكيت راح يكون في مجموعة من السوفت ويرز، وهي السوفت ويرز موجودة راح تكون ننزلكم إياها، راح ننزلها على موقع الجامعة، وإذا ما قدرنا راح ننزلها موقع الجامعة ممكن نعمل يعني أي طريقة نعملها مع بعض. ممكن نعمل إذا كانت ما بتسمح ممكن نعملها على جوجل كلاس روم أو نبعث لكم إياها، أو في جميع الحالات زي ما حكينا كل السوفت وير كل السوفت وير بإمكانك تحصل عليها من مس خولة في داخل الجامعة على أساس تقدر تستخدمها. الجزء الأولاني زي ما حكينا هو عبارة عن theoretical part، كيف رح يكون كيف رح نعمل representation للchemical structure، ورح نحكي على معلومات مختلفة. هنا رح نحكي على إيش اسمه connection table، ورح نحكي على fragment ولينير وسمايلز، رح نشوفه مع بعض مش قضية. بعد هيك رح نروح للجزء الثاني اللي هو مفهوم database، شو يعني database في الكيمياء، introduction للdatabase وintroduction للapplication تبعاتها في الكيمياء. الجزء الثالث رح يكون على الchemical drawing والmolecular visualization system، رح نحكي كيف ممكن نرسم مركبات، رح نستخدم برامج مختلفة زي الايسس والكيم اوفيس والكيم سكتش. في الجزء الرابع رح نتعامل مع الداتا اللي بنحصل عليها في داخل المختبر، كيف نتعامل مع الداتا في الكيمياء باستخدام الريجريشن اناليسز، وتحديدا باستخدام سوفت ويرز اللي هي الاكسل او الاوريجن. في الجزء الخامس رح نروح على شيء اسمه كمبيوتر انيميشن او سيميوليشن اند اوبتمايزيشن، وفي الحاله رح نتعامل مع شيء اسمه سبريد شيت وكروكودايل سوفت وير وفيرتشوال لاب. وفي هذا الجزء كثير مهم لانه حقيقه هو اللي بيحل لنا قاعد المشاكل في الاونلاين اللي احنا بنعمله، يعني احنا ممكن نعمل بعض التجارب نعملها بدون الدخول للمختبر. واخيرا الجزء الاخير اللي هو الموليكولر موديلنج ومقدم للكيو سي ار ومفهوم الهايبر كيم. بعدين رح يكون في عنا 50 في 50 علامة رح تكون موجودة عنا. تمام، هذا هو فعليا اللي احنا رح نتعمله. خليني اختصر شو الهدف من المقدمة في المحاضرة رقم 1، اللي هي الهدف فقط انه احنا رح نتعامل مع بعض ان شاء الله من خلال الموديل، رح نتعامل مع بعض من خلال المختبرات الموجودة في داخل الجامعة اللي مفتوحة لكم في أي لحظة. هذا الحكي لا يعني أنه أنت لازم تيجي على المختبر تكمل شغلك، احنا بنحكي في حالة عدم وجود بدائل عندك. مختبراتنا احنا موجودة اللي هي مركز الحاسوب الموجودة في مقابل النسائي. الكورس باختصار رح نتولى أنا ودكتور خلدون مع الشابتين، والمحاضرات راح تعطى جزء منها مني وجزء منها من الدكتور خلدون، لكن في نفس اللحظة احنا اثنين موجودين ان شاء الله معكم. اللي بهمنا لغاية الان هو الدخول للموديل على اساس نتابع الكورس اول باول. تمام، والشغلة الثانية هي التعامل مع البرامج اول باول. راح يكون في محاضرة ثانية اللي هي برضو تفصيلية ماشي على كيف نتعامل مع المساق ان شاء الله، اللي هي تكون رح تكون محاضرة رقم 2. طبعا محاضرة رقم 1 اللي احنا فيها لغاية الان، انا بعرف انه الموديل لغاية الان يعني نتمنى يكون تم تفعيله بحيث انه ظهر الكورس على الموديل، لكن في جميع الحالات مع نهاية المحاضرة الاولى رح يكون الكورس ظهر للجميع. معلومة كثير مهمة، دخولك للكورس اجباري بشكل يومي، يعني انت يجب ان تدخل على الكورس بشكل يومي، ما بنفع انه يوم ما تدخلش. موضوع الحضور الغياب موضوع بتحدده الجامعة وبتحدد فيه بدخولك، ما بنفع طالب ما يدخل على الكورس بشكل يومي، يجب الدخول على الكورس بشكل يومي. لكن انا بستوعب انه مرات ممكن بعض الناس يعني في الصبح ما تقدر، انا المهم تدخل عندنا مع نهاية اليوم، يعني كل يوم يكون في عندك دخول. هلا في بعض الحالات لا سمح الله لو في ظرف منعك من ذاك الدخول مش قضية، بإمكانك تحملها ثاني يوم، لكن بيجب ألا يتجاوز عددها مرة أو مرتين. فالأصل هو الدخول اليومي على الكورس على الموديل، وتسجيل دخولك بوقت كافي. هذه هي الآلية اللي احنا عندنا، وزي ما حكيت رح يكون في عندنا باختصار امتحان ميد تيرم، ورح يكون بتاريخ 7/8/2021 ان شاء الله. شكرا لكم، نلتقي في محاضرة تفصيلية المرة القادمة. شكرا، الله يعطيكم العافية.